وسهلا بفرقه بلح. ازيك يا علي؟ تمام الحمد لله. ازيك يا يحيى؟ عامل ايه؟ تحب تقول ايه لرمضان؟ يعني كل سنه واحنا طيبين. احنا خلاص اهوت ناقص 14 يوم على رمضان. باذن الله ربنا يكون
مدي للناس بسعادة، وإن شاء الله السنة الجاية يكون في سعادة عن كده يعني شوية. أنت مش محضر كلام فبتقول مدي للناس صح؟ نيجي لمحمد عباس، كل سنة وأنت طيب عباس. وأنت طيب يا يحيى. بص للكاميرا عادي عادي براحتك. تحب تقول إيه في شهر رمضان؟ طبعا كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب، ودايما يا رب كده نكون كلنا مع بعض. بس كفاية. بس كفاية. هي باين؟ هو انا باين متاكد يعني عباس بس هو اللي باين ولا احنا كلنا؟ احنا يا جماعه كل واحد عامل كده. طيب احنا هنتكلم الاول عن السيره الذاتيه. تمام، انتوا عارفين عاملين البرنامج ده ليه صح؟ عارف انا عامل البرنامج ده ليه؟ ليه؟ طب انت عارف البرنامج ده معمول ليه؟ لا هم جابوني قالوا لي لا انت هتقعد على القهوه وبتاع ويحيى يقعد معاك. طب كويس والله. طيب البرنامج دوت علشان يبين السيره الذاتيه للناس اللي في القاهره ويبقى سي في بالنسبه لمكاتب الكاستنج وكده. تمام ماشي ماشي. المهم ربنا يستر على الحلقه. وهنبدا الحلقه بعلي عبد الله. السي في بتاع علي عبد الله من اول ما بدا دخل الفن ازاي؟ والله انا دخلت الفن عن طريق انت عندك كام سنه برضه؟ كنت انا عندي 9 سنين، كنت في رابعه ابتدائي. دخلت عن طريق مخرج اسمه رأفت صبح. كنت عارف انت طفل صغير بقى مخلص الابتدائيه رابعه ابتدائي مش لاقي حاجه يعملها فجاي باص فينا اما يجي دورك. لا يعني واحنا كنا قاعدين في مكتبه اسمها مكتبه حي الطفل في الزهور، فجه مخرج شاف شويه عيال بيلعبوا على المراجيح وكده فجاه قال لي تمثل، فانا حبيت الموضوع يعني فقمت رايح مع قصر الثقافه عملنا مسرحيه هناك كان اسمها فلسطين، ومن ساعتها بقى يعني كان اخراج رأفت صبح، ومن ساعتها بقى يعني وانا حبيت الليله يعني انا امثل وكده والحمد لله يعني. ايوه بعدها اشتغلت فين وكده؟ بعدها انا اشتغلت بقى عادي في المدارس مسرح المدارس، وبعد كده اشتغلت في اسماعيليه، بعد كده اشتغلت في فرق خاصه، واشتغلت في قصر الثقافه تاني. فرق خاصه زي ايه يعني؟ يعني بره بورسعيد ولا جوه بورسعيد؟ لا لا الفرق الخاصه كلها كانت جوه بورسعيد، واشتغلت في فرقه علاء مرسي اللي هي بتاعت الموهوبين. النصابين دول. يعني ربنا يصلح حاله بقى. والحمد لله لغايه لما عملنا فرقه اسمها فرقه بلح. دي بقى لسه نتكلم عليها بعدين يعني. طب خلاص خلص دورك يعني كده. طيب مش نيجي لمحمد عباس، بدا الفن ازاي ودخل السكه ازاي من سكه الفن عموما؟ لا مش هقول لك. خلاص ماشي يعني انت مش معانا في البرنامج. لا ممكن اقول لك يعني انت مش ليه التصابع وبتاع. بص يا يحيى، هو الموضوع بدا في ان انا كنت بشوف ناس كنت بحضر مسرح كتير وكده، فكان نفسي امثل. انت عندك كام سنه؟ كان عندي ساعتها 16 سنه. فعلي كان صاحبي فقال لي انا ايه قال لي انا هعرفك على ايه؟ على شويه شباب بتمثل والشغل كده يعني. فقلت له ماشي، وداني القصر. لقيتها الصراحه ما بيشتغلوش اللي هو ايه اللي هو ياخدك اللي هو ايه يعمل معاك شويه تمرينات وفي الاخر خلاص. بعد كده قعدت طبعا على القهوه زي فكنت وانا قاعد على القهوه قابلت ثلاث شباب دول دون ذكر اسماء، اسمه احمد سرحان ويحيى الدسوقي ووليد خليفه. وكان يعني دون اسماء، وكان علي قاعد معايا كمان. تمام انا ما بحبش نقول اسماء عشان ما حدش يتضايق انت فاهم يعني. فهم اخذوني كان بالاخص يحيى الدسوقي اللي هو قاعد معايا دلوقتي. ربنا انت لو تتكلم عليا اتكلم قدام الكاميرا احسن. يحيى الدسوقي واحمد سرحان هو قالوا لي ان انا عندي قبول، بس انا شايف غير كده خالص ما فيش. وبعد كده كان قالوا لي ان انا شبه كريم عفيفي مع انه هو اللي شبه صح. المهم بعدها بدأت أمثل، كان أول عرض ليا كان اسمه أبو أم التمثيل. طبعا كنت واقف في وسط نجوم فما كنتش ظاهر جدا يعني. قدرت تظهر نفسك برضه في إفيهاتك وحركاتك؟ هو إفيه واحد يعني مش إفيهات، بس برضه كان بفضل أستاذ أحمد سرحان وأحمد حسن ويحيى الدسوقي ووليد خليفه. علي ما كانش بيعمل حاجه.
يعني كان في غيبوبه. غيبوبه كانت بالنسبه لي تجربه حلوه جدا، اللي هو ايه يعني كان اول مره العب دور مختلف، طبعا استخدم كاركتر واغير في صوتي، وكان جديد عليا الكلام ده. فزي ما تقول كده كان مش حلو عليا. وبعدها طبعا كان في طريقه عمل الجلاشه وعلامه التعجب، الحمد لله يعني وقفنا لحد كده وهنكمل ان شاء الله. اشتغلت حاجه ميديا قبل كده ولا ما اشتغلتش ميديا؟ لا ميديا كانت لا. وانت علي اشتغلت حاجه ميديا قبل كده؟ لا برضه الحمد لله يعني. انتوا حاجه سافرتوا القاهره مثلا، حاولتوا تشتركوا في اي حاجه في القاهره؟ يعني وانا رحت حفله في ساقيه الصاوي قبل كده بس ستاند اب كوميدي، لكن المسرح او ميديا لسه في القاهره. لكن في بورسعيد انا شغال مسرح، تحس ان المسرح احسن من ميديا بكتير الصراحه. يعني ستاند اب كوميدي في القاهره حد كان عنده قبول ان يكمل يتفرج عليك ويضحك وكده ولا ما كانش في قبول؟ يعني هو في حبه بس قليلين، يعني حبه لا يذكروا. بس طب اصحابك يعني وحبايبك ولا ناس ما تعرفهمش؟ لا ناس ما اعرفهمش، يعني ما في ماليش صحاب الله في القاهره. وفي القاهره انت عباس ما حاولتش تشترك في اي حاجه او بره القاهره؟ مش شرط القاهره. لا انا ما روحتش القاهره، بس روحت زي ما تقول كده الغردقه واشتغلت هناك في حته اسمها القصير مع شويه شباب برضو، بس كانوا ناس جدعه جدا يعني وساعدوني. وكمان طول ما انا واحد قال لي كلمه اللي هو طول ما انت عايش لسه بتتعلم، فانا كنت اتعلمت منهم برضه حاجات حلوه. مسرح ولا ميديا؟ لا مسرح. اشتغلت معاهم مسرحيه قبل كده؟ وبعد كده رجعت بورسعيد ولسه قاعدين على القهوه.